مرة تانية كده لموضوع الاحتفالية الخاصة بال 150 سنة على الحياة النيابية في مصر. معانا على التليفون السيد شريف وكيل مجلس النواب. صباح الفل على حضرتك يا فندم. اهلا، صباح الخير يا فندم، والسرور والنور. طبعا احتفالية مهمة جدا ورسالة قوية جدا للعالم، مصر آمنة، مصر بخير، 150 سنة على الحياة النيابية في مصر. حضرتك ممكن تكلمنا أكتر النهاردة عن اليوم كمان هيبقى ماشي إزاي، توقعات حضرتك لليوم، توقعات حضرتك للموضوعات اللي هيتم طرحها. أولا أنا بصبح عليك وعلى شعب مصر العظيم، وأنا في شرم الشيخ النهاردة في مظاهرة من مظاهرات الحب جاية من جميع دول العالم لتهنئ مصر وشعب مصر ببرلمانها العريق بمناسبة مرور 150 عام. حقيقة ما نراه يعني الآن من السادة البرلمانيين اللي وأيضا الشخصيات العامة اللي جت من جميع أنحاء العالم، ده بيعبروا بحق عن حبهم لمصر طبعا. وأيضا رسالة للعالم أن مصر دايما ولا زالت وسوف تكون بإذن الله تعالى هي أرض السلام، أرض المحبة وأرض الخير. ومهما حدث شعب مصر شعب آمن ومستقر. وفي شرم الشيخ الحمد لله امبارح يمكن يعني كم الكبير من الطائرات اللي جت، وكنا في استقبال الوفود، يمكن آخر وفد كان أتى إلى شرم الشيخ كان الوفد الكويتي برئاسة السيد مرزوق الغانم، وقبله كان الوفد الإنجليزي، وكثير كثر من السادة الزملاء اللي جوا من أنحاء العالم من البرلمانيين. اللي أنا عايز أقوله أن دي رسالة واضحة للعالم بنقول فيها أن مصر الحضارة، مصر التاريخ، بتقول فتحة إليها للعالم كله، تقول تعالوا إلى هذه الأرض الطيبة، أرض السلام. وبالتالي لا يوجد تشكيك أبدا في ما يقال بأن هناك خلل أمني أو غير ذلك. بالعكس، أن الأمن الحمد لله بنوجه من خلالكم رسالة شكر وتقدير إلى الانضباط الكبير والجهد الكبير بتبذله الجهات الأمنية. أيضا يعني نفس اليوم النهاردة الجميع صحي بدري، يمكن من الساعة 6 صباحا وبدأ يتمشى في شرم الشيخ في الفترة الصباحية استعدادا للمؤتمر. وحاليا بعد نصف ساعة إن شاء الله يعني كل السادة الزملاء حيتوجهوا إلى قاعة المؤتمر للاستماع الى الكلمات وكلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي باذن الله تعالى. طبعا يعني يا فندم اسمح لي احسدكم على الجو الجميل اللي انتم فيه، لان جو شرم الشيخ انا متاكد حاليا كمان جو هايل، وصحيان من 6 الصبح فجو هايل جدا جدا. فصباحك زي الفل. واستاذ حضرتك بقى من خلال المعلومات اللي عند حضرتك، مين الكلمه الاولى هتبتدي الساعه كام تقريبا؟ الاستاذ الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس هيلقي كلمه يرحب بها بضيوف مصر الكرام ورئيس البرلمان العربي ورئيس البرلمان الافريقي، والكلمه الختاميه لفخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. ان شاء الله يوم موفق جدا، وبنشكر حضرتك جدا وصباحك زي الفل وحظ موفق يعني في اليوم النهارده، الاحتفال ب 150 سنه على الحياه النيابيه في مصر. وزي ما احنا قلنا احنا متابعين معاكم على مدار اليوم، على النهار اليوم متابعين معاكم كل الجديد. اسماء مصطفى موجوده هناك هتنقل لنا كده كل الجديد وكل ما هيكون في حاجه جديده، اسماء هتكون موجوده معانا على الهواء.